السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله راكم بخير. معكم حسن أحمد شوقي، أستاذ اللغة الألمانية بمدرسة كورديزات الجزائر العاصمة، أستاذ اللغة الألمانية من 2013، متحصل على شهادة الماستر من جامعة وهران. إن شاء الله في قناة كورديزات راح نقدم لكم الدروس، راح نقدم لكم التمارينات، راح نبازي على أهم الدروس وأهم الأسئلة دائما تعاودوا في البكالوريا، كيما مثلا الباسيف، كيما الفينازات، الدروس اللي دائما من الدولة، وإن شاء الله نقدم لكم الأحسن والأفضل. Dankeschön.